لما تسمع أن الله غيور على عباده، لا مش كغيرة أحدكم واحد بيغير على واحدة ست، ولا بيغير على أخوه، ولا بيغير على أخته، لا دي مختلفة، مختلفة خالص. الله خلق بشر له عقل، هو اللي بيقول لنا إن هو بيغير، واخد بالك، وهو اللي بيقول لنا أيوة ان هو أيوة بينتقم، وهو اللي بيقول لنا ان هو بيمكر. ولما نيجي نقول له انت ايه نظام المكر ده ولا الغيره والحاجات دي، تقول لنا ليس كمثلي شيء. ما انت ما تحيرناش معاك بقى، يعني ما تقول لناش كلام واحنا مش فاهمينه. يعني ايه اما الصفات دي ليها معنى عندنا ودلاله معينه فنفهمها، فتقول لنا عليها، يا اما ملهاش فتخليها تحتفظ سبحانك بيها عندك. يعني ما تقولش لفظ المكر، ما تجيش تقول لنا يعني كلام عن الله، عن نفسك وصفات عنك، وبعدين لما نيجي نقول لك سبحانك طب دي صفات بشريه تقول لنا لا ليس كمثلي شيء. طب ما تزولنا ليه سبحانك؟ بتزولنا ليه سبحانك؟ انت ليه بتزولنا سبحانك؟ لا مش مزوله، بيخاطب عقلك على قدر على قدر ادراكك. ما انا ما ادركتش حاجه كده. لما انت تقول لي يمكرون ويمكر الله والله خير، ما ادركتش حاجه انا. يا اما انا اعرف مكر واحد، نظام واحد في المكر، شيء سكه واحده للمكر، الثعلب المكار. لا لا اعرف شغل الثعلب، هل ربنا زي الثعلب المكار؟ لا، لما جه قال ولا يحيق المكر السيء، ولا يحيق المكر السيء الا باهله. في مكر سيء ومكر كويس. لما انا اجي امكر بيك بالخير دلوقتي مفيش مكر، مفيش حاجه اسمها مكر بالخير. لما تيجي تعمل هديه مش مكر، بس مش مكر، بس مش مكر. لا ما انت ما توقفش عند المسميات والالفاظ. ما هو لفظ المكر ده، لفظ المكر ده فيه لقم، فيه خبص. احنا ليه المكر؟ ليه في لقم، في خبز، في ايه، في حيلة؟ لا والله خير الماكرين. لا 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 لا، ده عندك انت في ادراكك، انت حطيت في دماغك ان كلمة مكر بتعني حاجة وحشة. هقول لك على حاجة، هقول لك على حاجة توضح لك المعنى. افأمن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، او امن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله. هنا مكر الله هنا معناه ان هو ايه؟ يعني بياتا وهم نائمون، يعني ينيمهم سبحانه وبعدين يلبهم على قلبهم، ده مكر. لا لا، ليه ما هو ده ربنا بيتكلم عن اهل ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله؟ فكده الله سبحانه وتعالى المكر بتاعه هنا مكر سيء الصراحه.